الفن والذوق الرفيع في اختيار الألوان هي مهنة ليست بالسهل، فالكثير من المواطنين يلجؤون إلى أصحاب الحرفة والمهنة في اختيار الذوق الرفيع للستائر الشقق، وكذلك لاختيار الألوان التي تعطي للمكان بهجة. نتعرف أكثر على فنون هذه الحرفة واختيار الألوان من أصحاب الذوق الرفيع. نتعرف على حضرتك. الحاج حمدي مرزوق صاحب محل ستاير في كفر الشيخ. طيب عاوز اعرف بقى من حضرتك يعني الاختيار اللون بتكون الالوان ازاي في البدايه؟ بنشوف الاول الشقه، اول ما نخش الشقه طبعا العفش موجود فيها، فبنشوف المساحه بتاعه الشقه نفسها بتاع المكان، مثلا في الريسبشن المساحه نشوف هي ممكن تشيل ايه، يعني الرسمه بالنسبه لرسمه الستاره هي ممكن تشيل ايه. تاني حاجه بنخش في موضوع الالوان بتاعتها، يعني الالوان بنحاول ننسق الالوان مع الزبون بحيث ان الشقه لو في مثلا لون الصالون عنده لون غامق، بني غامق او كحلي غامق، فبنشوف احنا لو هو في قلب الصالون مثلا هو لو كحلي بيبقى في ساعات بيبقى في ورده بوكيها كده فيها لون مثلا لون البيج، فبنبدا نشتغل عليه، بنشوف الزبون نشتغل على اللون البيج عشان ما تبقاش الستاره او الريسبشن بيبقى غامق معايا وتبقى شكل الستاره في الاخر بقى وحش. وفي الوان بنختارها احنا او بنوصي بيها بتزين المكان، بتعمل رد فعل على اللون اللي موجود عندي، يعني مثلا ساعات احنا مثلا ايه في عندي لون بيج بس انا عندي لو ورده فيروزي صغيره قوي قد كده، فانا بشتغل على لون فيروزي من الالوان اللي بتنطع في الشوم تبقى شكلها كويس. فبننصح الزبون ان هو ايه، ان هو لو 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 الالوان غامقه عنده بيركب الوان تانية تكون فاتحه بس موجوده عنده برضه. الالوان لما بيجي الزبون عشان يختار فبيبقى طبعا بالتاكيد بيبقى معاه شلته اللي هو شلته مش الصالون او الانتريه او الليفنج، بيبقى موجود معاه شلته، فاحنا بنبدا نختار عليها الالوان اللي هتمشي معاه. يعني مثلا انا لو جالي مثلا زبون في درجه من الدرجات مثلا لو خد بني غامق، فانا مش هحط له هو مثلا ايه الشكل الصالون بتاعه او الانتريه كله بني غامق، البني المحروق بنسموه البني المحروق، فانا مش هحط له بني محروق، ده رايي انا، ما بحطوش بني محروق، انا باخد درجه يا افتح شويه يا باخد درجه تمشي معاه زي درجه من درجات البيجات، يعني ممكن اخد درجه من البيجات اللي هي ديت اللي ممكن تمشي مع البني محروق. ان اغلب قماش التنجيد اللي بيجي لك بالشلته ما بيبقاش هو نفس درجات القماش اللي موجوده في القماش الستاير، فاحنا بنعمل ايه، بنركب اقرب درجه موجوده له في الدرجات الفاتحه مش الغامق، بنركب اقرب درجه، يعني مثلا جالي مثلا كشمير غامق، الكشمير غامق في قماش التنجيد بيبقى غامق غامق يعني، فانا لما بعمل ايه بديله اقرب درجه من الكشمير بتاع الستاير معاه اركبه معاه عشان يفتح اللون يبقى شكله كويس. نوعيه القماش برده بتفرق معاه، الخامه نفسها بتفرق معاه في القماش، بيبقى في قماش اصلا بتاع ستاير، وفي ناس تانية بيبقى في قماش تاني معروف في السوق بيبقى قماش اصلا تنجيد، وللاسف بعض زمان عشان مش عندها خبره فبتجيب القماش بتاع التنجيد عشان تعمل منه ستاره، طبعا هو بيبقى في الكشكشه بتاعته بتاعت الستاره بيبقى ناشف شويه، بتبقى الكسره بتاعته مش واخده الانسياب بتاعها وهي نازله في الكشكشه بتاعتها، دي حاجه. تاني حاجه بنتناقش مع الزبون الرسمه ايه اللي تمشي عنده في المكان ده، المكان ده يستوعب ايه، لان الزبون ممكن يكون مقتنع او معاه صوره عجباه بس بتبقى ممكن تبقى ضخمه على المكان، المكان صغير وهي بتبقى ضخمه على المكان، فاحنا بنقنعه ان هو دي تبقى ضخمه معاك، طب ما نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، ونتشاوروا مع بعض لان في الاخر شقه بتبقى معرضنا احنا، بيجي لنا من وراها زبون واثنين وثلاثه، لما بتطلع كويسه في زبون بيبقى جاي بيبقى يعني حاطط قرشين معينين للستاير فبنعمل له ونعمل له احسن حاجه برضه مهما تاكل، حتى لو التكلفه قليله بتبقى لان هي في الاخر في الاخر بتبقى سمعتك انت، فن ومهاره الصنعه. طبعا بتبقى سمعتك انت، وفي الاول وفي الاخر لازم الشقه تطلع كويسه، ما دام انت وافقت ان انت كصنايع ان انت تخش تعمل الشقه ديت حتى لو التكلفه قليله جدا لازم الشقه تطلع كويسه.